دار لي حي الوحده غندورو على اليمين، هذه مقهى الوحده. هنا كيبدا لينا حي الوحده، ملي كتسالي السكنه والتحمير كتبدا حي الوحده من هنا وكتسالي في جانب المنار. وحي الوحدة الحباب، مسجد حي الوحدة، مقهى طوليدو، مازالين كنظن حي الوحدة، مركز الوحدة، جمعية آباء أصدقاء الأطفال المتوحدين. مسجد إن شاء الله مؤسسة المصلحين. جات بالقرب من الغابة، عرفت الله يحييك. تحية لساكنة حي الوحدة، الوحدة والتضامن. مشكلة خوتي هو الدنيا عامة، هاد الأحياء الشعبية وهاد الجزئة الشعبية في الدنيا كتكون عامرة، كي غدير تصور هي صعوب جدا انك تصور. هذا حي الوحدة من الجهة الأخرى، حي الوحدة. مؤسسة المصلحين للتربية، التعليم الأولي، روض، حضانة إلى آخره. هذا حمام لالا منانا، حي الوحدة. كنظن دائما حنا في حي الوحدة. بالإضافة لهاد الشجرات اللي كاين هنا، شي زوين ما شاء الله. كما كتلاحظوا حي الوحدة، شجرات،
صوت الديكة. Thank you.